ليش بعدها معاك يا سكينة؟ مش قلت لك خدي بالك؟ وانت قل لي موقفك في سكتي. بلاش اشتغل يعني؟ حاضر يا فارق، المرة الجاية حابقى اخد بالي، بس يا ريت انت بقى تبقى تاخد بالك. ريحي بالك، انت مش داخله مزاجه. وعرفتي ازاي اني مش داخله مزاجه يا بنت؟ مش هقولي. لا هتقولي، وحياة ربنا هتقولي. وهستفيد ايه لما اقولك؟ هغديك على حساب يا بنت. ده انت باين عليكي مش شحتفة على الجدع قوي. لكن هو زي ما انت شايفه عامل لي فيها اصنك. عارفه ايه السبب؟ قولي يا بنت، قولي ما تلوعينيش. خاطب واحده مش الشارع اللي ورانا. خاطب؟ صد ولا كلام من دماغك. ده انا شايفاها بعينيا دول. حلوه يا بنت نعناعه. قمر وفوق كده وكده ابوها مبسوط وعنده محل بقاله ونص بيت كمان. تتجوز جدع فقير. عاشق يا عينيا عاشق. وليه ما عشقتش واحد من توبها من وقمها؟ القلب وما يريد بقى يا سكسوكي. عيني على الولايه الغلبه اللي زي بختهم قليل وحسرتهم كبيره. فين يا بنت انت وهي؟ العافيه يا امي. الله يعافيكي يا اختي. ما عملتلك كوبايه شاي. خدي سكين. انت يا بنت عايزه ايه؟ مالك؟ مالي؟ ما انا زي الفل اهو. فين المخفب والعيله؟ راح لجوز اختك في الاسبيتاليا. ليه جرى ايه؟ وقع وهو بيشتغل في الوابور. احسن. عيني عليك يا اختي يا ريا، خدتي راجل صحته عدمانه. وهي كانت تعرف يا معدوله؟ ما هو يا اختي كان باين عليه وما اتجوزته. اهو ده اللي لقيته بقى. هي كانت لقت غيره وقالت لا بلا نيله. وما عرفتيش طلع عنده ايه؟ عاوز اشوفه. حسب الله. صباح يسأل على اخوه النهارده. ما تسافر له نوبك ثواب يا اخوي. اسكندريه؟ طب انا اجيب اجره سفر منين؟ ده انا ما احتكمش على قرش ابيض. اني هديله. ايوه بس يا ريا اني بقول لك ايه؟ لا بس ولا ما بسش. سافر له نوبك ثواب اللي يموت ما يلحقش يشوف اخوه. ايوه ما انا خايف اسافر له ما يرضاش يرجع معاي. لا ده بيحبوا بعض وما تجوش على بعض الهوا.